للمرة الأولى وبحماس كبير التقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي محبين من الجمهور المصري بحفل مميز شهدته القاهرة ويعد الأول إلى على الأراضي المصرية. فقدمت ليلى لبنانية مصرية تنوع ريبرتوارها وتميز بغنى مضمون الرحبانة. كاميرا أغاني أغاني والزميل أحمد السينوسي واكبوا كواليس الحفل الضخم والتقوا هبة بنهايته. فكيف عبرت عن فرحتها بهالنجاح وشو قالت عن أول لقاء إلى بجمهور المصري؟ أكيد أنا سعيدة كتير بتفاعل الجمهور معي، مثل ما حضرتك قلت اليوم لقالي أول حفل بمصر وكنت عم بتمنى أنه البداية تكون جيدة، ونشكر الله كان تفاعل رائع. حتى لو اليوم كنا الصبح خايفين شوي لأنه كان جو الطقس مع العاصفة الرملية شوي ما بيطمن، بس تشجعنا وقوينا قلبنا وجينا لهون ونشكر الله كانت نتيجة رائعة. خلال اللقاء سألنا طوجي عن خصوصية البرنامج الغنائي اللي قدمته بالحفل واللي تنوع بين جديدة قديمة إلى جانب أغاني أخرى لعمالقة الفن العربي. يعني أنا دايماً بالريبرتوار اللي بقدمه بالبروغرام اللي بقدمه بفكر إنه نوع دايماً دايماً بياخد بعين الاعتبار الجمهور يلي عم بتوجه له، مشان هيك كان في تنوع بين المصري أو اللبناني، أشياء كلاسيكية أشياء رومانسية أشياء أكثر دانس، يعني كان في تنوع بكل شيء حتى قد ما فينا نرضي أذواق الكل. سعيدة كتير بالنتيجة ونشكر الله. طوجي اللي عم تغني للمرة الأولى بمصر حبت تهدي الشعب المصري أغنية وطنية خاصة بعنوان سلم على مصر من كلمات نادر عبد الله وألحان أسامة الرحباني، وغنتها للمرة الأولى أيضا خلال الحفل. بما أنه أول مرة لقلنا بمصر حبينا ما نجي إيدينا فاضيين، فجبنا معنا هدية، وأحلى هدية نحن ممكن نقدمها كفنانين هي أغنية وهي تحية لمصر وغزل لمصر، وإن شاء الله تكون هيدي بداية من كتير أغاني، يعني إن شاء الله باللهجة المصرية. بعيدا عن الحفل طوجي تحدثت عن تجربتها الجديدة وهي غناء لتيتر مسلسل طريق اللي رح يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل. نحن أطلقنا أغنية شارة مسلسل الرمضاني طريق اللي هو من بطولة نادين جيم وعبد فهد أكيد وإنتاج الصباح، فأكيد أنا سعيدة بهذا العمل لأنه فريق عمل متكامل، شعر غادي الرحباني، تأليف لأسامة الرحباني، وأنا وضعت صوتي على الأغنية. فعلا الأغنية بتعبر كتير عن المسلسل، يعني منحس أنه فيها كتير من أجواء المسلسل ومن قصة المسلسل كمان. اليوم أكيد الوجود بالمسلسلات الرمضانية كمان فرصة حلوة لأنه تلفزيون عم بيكون له تأثير كتير كبير على انتشار الفنان وين ما كان، خاصة بالمسلسلات الرمضانية اللي عم بيتابعوها كتير الجمهور وعم بيحبها وعم بيتعلق فيها، فحلو كمان نفوت على بيوت العالم من خلال مسلسل. بعد النجاح اللي حققته بأولى حفلاتها المصرية طوجي تحدثت عن خريطة حفلاتها المقبلة ونشاطاتها الفنية الجديدة. رح يكون عندي بالمغرب حفلة ب 23 جون بموازين فاستيفال، ورح يكون بتونس بجولاي، وعندي من بعدها جولة طويلة مع مسرحية أحد بنوتردام دو باري بكندا تقريبا شهرين ونص. إذا رجعوا قلبي بحبي شو بديلو بكزب مثل أول. المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني حدثنا عن أهمية الحدث الفني بالنسبة لهيبة وعن بعض الصعوبات اللي نجحوا بتخطيها. بدي هني كتير بالأخص البرفورمانس أو البرفورمانس تبع هيبة الوحش الرائع اللي كان رائع، الأوركسترا المصرية، الشباب كلهم، سفينكس، دكتور هاني، كل عازف مصري عن جد كانوا أكتر من رائعين، وانبسط بهاللقاء الجديد أنا وياهم، إن شاء الله عطول له مستقبل. هيبة كانت متألقة اليوم، بدي أشكر كل حدا اشتغل
وبدي اشكر محمود على محمود صوت ميوزك يعني محمود لانه عن جد من قلبه اشتغل حتى يجيب هالعمل. بدي اشكر نادر عبد الله الشاعر الرائع المصري واحمد ابو يزيد يلي كمان هو خليني اقول كان صلة الوصل بيناتنا. هذا اللي بدي اقوله. يا حبيبي يا حبيبي إذا كان وقوف بطواجي على المسرح المصري محطة مشرقة بمسيرتها الغنائية، فلا شك بأنه نجاح الكبير بهالحفل جعل هالمحطة تاريخية محفورة بذاكرتها للأبد.